ضيفتنا الحلقة اليوم سميتها سعاد وكنيتها خيي، خريجة المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي دفعة 1990. شارت في أعمال مسرحية رفقت فرقة المسرح الوطني سابقا واللي ولات سميتها فرقة مسرح المنصور، وقدمت عدة مسرحيات قدم الربح، ساعة مبروكة، الرجل الذي وزيد وزيد، بالإضافة لمسرحيات عالمية بحال الملك لير وروميو وجولييت. سعاد خيي مثلت في أفلام وسلسلة تلفزية في واحد الوقت اللي كانت فيه الإنتاجات التلفزيونية قليلة بزاف، نذكروا من بينهم الساس ومن دار لدار، وقدام ممثلي الجيل الذهبي كالمرحوم عزيز موهوب، محمد الجم، الفنانة نزهار الكراكي وآخرون، بالإضافة لمشاركتها في أعمال سينمائية بحال واش عقلتي على عادل، نانسي والوحش، البحث عن زوج مراتي، وزيد وزيد من الأعمال. من بعد غادي تجي واحد الفترة ديال الانقطاع، غترجع من بعد منها بقوة في مسلسل بنات الأساس بدور خيتا واللي حقق نجاح وضجة كبيرة. ضيفتنا الحلقة اليوم قليلة الظهور اجتماعيا، ولكن هي اليوم معنا في برنامج مساء النور يا مغرب. سعاد خيي مرحبا بك.